بيكم معنا في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد الأربعين. النهاردة برضو ما زلنا مع صديقاتي ومشاكلهم، وهم حبايبي، وأتمنى بيكونوا شايفين الفيديوهات دي، وبرحب بيهم إذا كانوا موجودين معنا دلوقتي. عندي صديقة لطيفة جدا، كل مشكلتها مع جوزها ان هو رغم انه عامل لها كل حاجة في الدنيا، لكن ما بيكلمهاش في التليفون او على الموبايل، يعني غير مرة واحدة بس في اليوم. الراجل زي الفل، عامل لها كل حاجة تتمناها ليها وللأولاد، ومعيشها في مستوى مادي واجتماعي حلو جدا. انا برضو مش بقدم الفيديو ده علشان اقول هي صح او غلط، او هي كان لازم تستحمل، او غيره من الكلام اللي هي اكيد سمعته او بتسمعه من ناس كتير. لا، انا بس حابة اقول لها واقول لنفسي واقول لكل اللي بيسمعونا او بيشوفونا دلوقتي، ان اللي حكيته ده بيودينا الموضوع مهم جدا، هو الرضا اللي كتير مننا مفتقدينه، وبيخلي اللي مفتقدينه ما يشوفوش حلاوة الدنيا. حلاوة الدنيا في الرضا باللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لنا. هم 24 قراط، كل واحد واخدهم، لكن في حد واخد الجزء الأكبر منهم فلوس، في حد واخد الجزء الأكبر منهم أولاد، في حد واخد الجزء الأكبر منهم صحة، في حد واخد الجزء الأكبر منهم ذكاء أو جمال أو أي نعمة من النعم الكتير قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها. السعادة في القناعة باللي ربنا قسمه لنا، وفي الرضا، لان احنا لو رضينا بحياتنا ربنا سبحانه وتعالى هيدينا اكتر. لازم نرضى ولازم نقنع. وبالنسبة لحبيبتي اللي جوزها بيكلمها مكالمة واحدة، لازم تخليها اجمل مكالمة في اليوم وتحسسه بكده، ومتطلبش منه اكتر من كده، وصدقيني هو هيكلمك اكتر لما انتي ترضي بالمكالمة الواحدة. ارضوا يا جماعة علشان تسعدوا، لأن السعادة حقيقي مش شعارات أبدا، في القناعة والرضا. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.